فأحسنوا الذبح وليرح أحدكم ذبيحته. فالإسلام يأمرنا حين حتى أن نذبح الذبيحة أن يكون هذا الذبح بالرحمة، فيمنع الإنسان أن يذبح الذبيحة وسكينه غير حادة، أو أن يذبح الذبيحة في أمام بقية الأغنام أو بقية الحيوانات الأخرى، ولكن ينبغي أن تكون مجلبة على جنب حتى لا يتأثر الحيوان وحتى لا يتأثر هذا المخلوق بالذبح حين يرى أن خروفا آخر أو حيوانا آخر يذبح. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وصلت إلى هذا الحد من الرحمة ومن الرفق، ولكنك تجد المكذبين والملحدين والذين يحاولون أن يحاربوا هذا الدين يأخذوا منه أشياء تعجبهم وتأتي على هواهم، ولكنهم يتركون بقية الإسلام وبقية تعاليم الإسلام التي جاءت رحمة وشفقة وبرا للناس كافة. وليس دعوة الناس أن يدخلوا في دين الله إلا رحمة بهم. فإنك حين تدعو أحدا من الناس أن يأتي إلى الإسلام أو أن تحاول أن تقنعه بهذا الدين الحنيف، فإنك لا تفعل شيء إلا أن تدخله في رحمة الله التي وسعت كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يرحمهم في يوم لقائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا من أصحاب الجنة، وأن يجنبنا النار وما يقرب إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.